طمني اخر الاخبار، اخر الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي قبل مباراه القمه غدا ان شاء الله، قول لي. خليني اقول لك ان خلال 5 دقائق من الان هيتحرك الفريق لاداء المران الاخير النهارده. حاله من التفاؤل، حاله من الثقه، حاله من التركيز تسود المعسكر لفريق النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ كان مع انتهاء اول امس خلاص قال انتهت الاحتفالات، انتهت فرحه التتويج بالدرع الدوري، ونبدا بنركز في القادم، بنركز في لقاء الزمالك. حضور الكابتن محمود الخطيب بالامس امير، خليني اقول لك ان كان ليه اثر بالغ على لاعبي النادي الاهلي، ووجه الكثير من الرسائل. ابرز هذه الرسائل ان احنا تعودنا في النادي الاهلي ان احنا سريعا بنطوي صفحات البطولات من اجل الاستعداد ان انا اكتب صفحه جديده وبطوله جديده. وجود الكابتن الخطيب وحرصه ان هو يسلم على جميع افراد الجهاز الفني، اللاعبين فرد بفرد، وهنأهم وشكرهم على ادائهم في لقاء المقاولون وادائهم على مدار الموسم. وحضوره للمران كان ليه اثر بالغ على اللاعبين، وايضا حثهم على ضروره التوفيق التركيز في المرحله اللي جايه واسعاد جماهير النادي الاهلي. للفريق زي ما قلت لك يا امير، في روح معنويه عاليه ما بين اللاعبين، في حاله من التركيز، في تفاؤل، في ثقه، كلها امور يعني نقدر من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا نطمن جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، على قدر ان هم يسعدوا لاعبي جماهير النادي الاهلي خلال المباراه غدا بمشيئه الله. زي ما قلت لك ان خلال 5 دقائق هيتحرك الباص للفريق للملعب لاداء المران. النهارده الفريق تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30، والامور كلها يعني تطمن جماهير النادي الاهلي، بنطمن بحاله اللاعبين، ما عندناش الحمد لله اي اصابات، حاله الجاهزيه، الحاله البدنيه العاليه اللي عند اللاعبين، كلها امور تطمن يا امير وتبشر جماهير النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. هل كان في محاضرات يا فاروق من قبل مستر لاسارتي للاعبين؟ محاضرات، هو طبيعي بيبقى في محاضرات، لكن المحاضرات كانت مكثفه شويه عشان مباراه كبيره زي مباراه الاهلي والزمالك؟ يعني كان في جزء من المحاضرات للكابتن سيد عبد الحفيظ، ان هو حب ان يوصل برضه للاعبين او يحث اللاعبين على ضروره واهميه وقيمه مباراه الزمالك، وان هي طبعا بطوله ثانيه يا امير، انت عارف ان لقاء الاهلي والزمالك بطوله ثانيه مختلفه تماما عن بطوله الدوري، وضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي. انت عارف اللقاء الاهلي والزمالك بيبقى ديربي ما بين الفريقين، الجماهير مستنيه ان شاء الله النادي الاهلي يختم الموسم بعد التتويج بفوز على نادي الزمالك، بتمناه ان شاء الله من اجل اكمال فرحه الدوري بمشيئه الله. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هنتواصل معاك اول باول عشان نعرف اخر الجديد الخاص باخر مران لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الزمالك غدا ان شاء الله. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهاتف.